السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي واللائحة اللي كانت غتخرج غدا الثلاثاء 29 غشت على الساعة 11 صباحا، أجلت إلى يوم الخميس 31 غشت بطبيعة الحال على الساعة 11 مساء. شيء جميل جدا أن غتخرج هذه اللائحة ونشوفوا التصور ديال الكوتش الركراكي واللاعبين اللي ممكن يكونوا في هذه اللائحة مع مقارنة مع شهر يونيو. منطقيا وصراحة 9 عناصر ما خصهمش يكونوا في هذه اللائحة، كل واحد الظروف ديالو عن تحدث عليهم كامل هاد العناصر التسعود. صراحة هذا هو المنطق الا بغى الكوتش الركراكي اللي كنعرفوه على الصرامة ديالو على الصراحة ديالو على كل شيء ديالو الكفاءة ديالو داخل المنتخب الوطني وقبل ما يكون في المنتخب الوطني، لا في الفتح الرباطي ولا فريق الوداد البيضاوي ولا الفريق القطري اللي يدرب ولا كمساعد للمدرب رشيد الطوسي في المنتخب الوطني المغربي. اذا صراحة 9 عناصر كل واحد الظروف ديالو، ولكن اهم حاجة في هذا الموضوع ان 9 عناصر الان ماشي حنا كنقولوا ما كيستحقوش المنتخب، لا بلا كيستحقوا المنتخب لانه عيط لهم الكوتش الركراكي كيستحق، ولكن هذا شهر شتنبير صراحة ما خصهمش يكونوا في لائحة المنتخب الوطني المغربي. هذه هي الصراحة. لكل غنبداو اولا بالحارس اللي هو منير المحمدي، حارس فريق الوحدة السعودية عنده 34 عام، حارس اللي عنده تكوين اسباني من خيرة الحراس اللي كاين ديال المنتخب الوطني المغربي، هو الحارس رقم 2 في المنتخب الوطني المغربي من اعتى الحراس، حارس في المستوى الكبير، ولكن الان عنده اصابه وفريق الوحده السعودي اعلن ان مولين المحمدي اللي كيتعالج في دوله قطر الان انه الان غيرجع مولين المحمدي حتى مر تواريخ الفيفا للممارسه ديال كره القدم مع فريق الوحده السعودي اللي كيضم كذلك فيصل فجر وجواد اليامي. اذا منير المحمدي منطقيا ما خصوش يكون في اللائحه، وهناك ياسيبونو بن عبيد وبوطي كنشوفوا هادو هو الحراس الثلاثه اللي خصهم يكونوا داخل النخبه الوطنيه. نمشيو للاعب رقم 2 وغالب سايس 33 سنه لاعب السد القطري حاليا في 28 غش باقي لاعب السد القطري حنا في 14 دقائق. وقع مشكل هو عنده في القطر واخر مقابله لعب اليوم 5 غشت وحنا اليوم في 28 غشت 23 يوم لعب حتى ناقص المنافسه كبير لانه وقع له مشكل في السد القطري خصها تسجل فقط 7 ديال الاجانب وما عندهم زائد الان غالب سايس ما قدروش يسجلوه. الان كيشوف الصيغه انه باش يخرج من السد القطري واش غيتجه للسعوديه او لا غيتجه لليونان او لا اليابان او لا ما عرفناش تركيا يرجع لا ما عرفناش شنو يقدر يعمل في المسيره الكرويه ديالو غالب سايس. اذا غالب سايس هو عميد المنتخب لعب كفاءه كبيره ولكن ما خصوش حاليا يكون في المنتخب الوطني المغربي. اللاعب رقم 3 اشرف داري، اشرف داري بطبيعه الحال اللي هو لاعب فريق بريست الفرنسي 23 سنه تكوين ديالو مغربي، سايس تكون ديالو فرنسي بطبيعة الحال. داري ما دخلش في الافكار ديال المدرب ديال بريست بتاتا. لا ذكرت ان اخر مقابله لعب اشرف داري يوم 19 مارس، تصوروا 19 مارس حنا في 28 غشت، حوالي 5 شهور ما لعبش كرة القدم اشرف داري. صافي منطقيا ما خصوش يكون معنا في المنتخب الوطني المغربي، هو لاعب قلب دفاع كان متميز مع فريق الوداد البيضاوي، الان كاينه مفاوضات مع فريق الوداد كتصفر مع بريست الفرنسي، حنا عندنا الانتقالات على التاريخ 9 شتنبر، اذا بطبيعة الحال كيتفاوضوا على الاعارة ديالو، غنشوفوا واش غيجي للوداد كمعار او لا. ادم ماسينا لاعب اودينيزي الايطالي، اللاعب اللي عنده اصابه وتغيبوا على ما جا الكره القدم لمده شهرين، اللاعب اللي بدا كيتصاب كان راهي غير في هذه اللائحه شتنبر وكذلك لحد اكتوبر اللي عندنا كذلك مقابله الكوت ديفوار وباقي شي مقابله باقي ما تعلمش مع من. اذا ادم ماسينا حتى هو هذا لا محل انه يكون غايب لانه عنده اصابه ديال جوج ديال الاشهر في طبيعه الحال، وكنظن ان التاجيل تأجيل ندوة صحفية باش يجي يشوف ديك اللاعبين اللي ما يقدروش يلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو للاعب آخر، لاعب رقم أربعة اللي هو سوفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، لاعب أحسن لاعب في المنتخب الوطني المغربي ولكن حاليا ما لعبش بتاتا ما استعدش بتاتا مع فريق فيورنتينا لأن فيورنتينا عيتبع ما يمكنش ما كتدخلوش في الخطط ديالها بطبيعة الحال. إذا سفيان أمرابط صراحة نقصة تنافسية كبيرة، سفيان أمرابط واحد اللاعب كبير في المنتخب الوطني لا محالة لا جدال لا نقاش في ذلك، ولكن حاليا مدة كبيرة ما لعبش. كنظن آخر مقابلة لعبها هي مقابلة الرأس الأخضر اللي كنا تعبنا أنا ذاك في الرباط بزيرو زيرو، مقابلة قامت في يونيو، إذا هذه حوالي جوج أشهر ما لعبش كرة القدم. كنظن صراحة ما خصوش يكون معنا. كذلك سفيان أمرابط، ولكن يوسف مالح لاعب إلتشي الإيطالي
يوسف مالي حتى هو صراحة ما عندوش تنافسية بصفة نهائية مع فريق إلشي، وكان أصلا ما قدمش شي حاجة كبيرة في لائحة يونيو، ما قدمش شي حاجة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال. إذا يوسف مالي حتى هو ما خصوش يكون معنا كذلك في اللائحة هذه. حنا قادر حنا قادر حنا كنهضروا على اللائحة ديال توتنبير، ما خصوش يكون في المنتخب الوطني المغربي صراحة. باش نكونوا منطقيين ونكونوا كنهضروا نيشان وقدموا المنطق، مشيو لاعب رقم 6 اللي هو حكيم زياش لاعب غلطة صراي التركي. حاليا حكيم زياش ما لعبش بتاتا كرة القدم نهار ديال جنوب افريقيا اللي كنا لعبنا في جنوب افريقيا، ما كانش جلد الهدف الرائع من تما ما لعب كرة القدم. حكيم زياش جوج اشهر ما لعبش كرة قدم، بحاله بحال امرابط ما استعد لا مع تشيلسي ولا الان كيقوم بتدارب انفرادية باش يرجع للياقة البدنية ديالو. كنظن ممكن يلعب شوط مع غلطة صراحة في نهاية الأسبوع في الدوري التركي، كان في الشامبيونز ليغ معاه يلعب في اللقاء ديال اللي عجبوا فريق النرويجي غلطة صراحة، كانوا في آنذاك فازوا في النرويج كان 3-2 وعجيبوا ممكن يتأهلوا للمجموعة ديال الشامبيونز ليغ، شيء رائع وشيء جيد جدا حكيم جياش، ولكن كان ناقصه التنافسية بشكل كبير صراحة. في اللاعب رقم 7 اللي هو أنس الزروري، أنس الزروري كذلك نقصه تنافسية كبيرة بطبيعة الحال. لعب الجولة الأولى في بيرلي ولعب 33 دقيقة ضد طرد وعقبه 3 مقابلات ما لعبش، فقط هادشي اللي لعب. عمل الفترة الاستعدادية مع فريق بيرلي ولكن في المقابلات الرسمية لعب فقط 33 دقيقة، نقصه التنافسية بشكل كبير وخاصة وباقي ما قدمش شي وجه كبير صراحة أو التاني في المنتخب الوطني المغربي. باش نكونوا منطقيين ونكونوا كل واحد كنعطيوه الحق ديالو، أنس الزروري عنده تكوين بلجيكي من خيرة اللاعبين اللي ممكن يكون فريق بيرلي ليو اللي ما كان طلب العقد معاه بطبيعه الحال، ولكن حاليا ما كيستحقش يكون في المنتخب الوطني المغربي في هذه اللائحه ديال شوتامبر حنا كنتكلموا عليها فقط. اسامه الادريسي لاعب اشبيليه الاسباني ما قام حتى بحاجه، ما قام لا بمقابلات لا حاجه مع فريق سي بي صراحه، لاعب اللي صافي صراحه ما خصوش يتواجد معنا في هذه اللائحه هذه. باش نكونوا منطقيين في لائحة شوتامبير ما خصوش يكون معنا أسامة الإدريسي، باش نهضروا صراحة ونيشان أسامة الإدريسي حاليا ما كيستحقش المنتخب الوطني المغربي لظروف ما كل واحد، لأن الأسرى ما عندوش تنافسية مع فريق إشبيلية بصفة نهائية وأبدا. إذا صراحة ما خصوش يكون معنا هادشي اللي كاين، وكنظن هادو اللاعبين اللي ما خصهمش، وبين 8 و9 اللعابة صراحة ما خصهمش يكون معنا في اللائحة ديال المنتخب الوطني. هاد اللاعبين هادو هما اللي ما خصهمش يكونوا معنا في المنتخب الوطني كما ذكرت. في طبيعة الحال هناك المحمدي، هناك سايس، هناك ناسينا، هناك المرابط، هناك مليح، هناك جياش، إدريسي والزروري، 8 العناصر اللي ما خصهمش يكونوا حاليا معنا في المنتخب الوطني. وتعفوا 9 عناصر.